اسمها ايمن شندي، احد اقارب المتوفيه. احنا عرفنا عن طريق الفيسبوك لان تليفونها وحاجتها كلها اتاخدت، ذهبها وكل حاجه اتسرقت منها. طبعا رحنا على اسم اول طبعا نسال، كان عملوا محضر وعرفنا ان بعد 4 ساعات قبل ما نطلع تصريح الدفن هو كان اخلاء سبيله. الناس مش متوقعه اللي بيحصل دوت، يعني اي حد يقبض حد النهارده يروح ياخد اخلاء سبيل. اول القرار رقم واحد يعني قبل حتى ما يطلعوا تصريح بدفن جثمان، الولد ماسك الشارع. احنا طبعا عندنا شك في القضاء المصري انه عادل، وبنطالب بحقها بالقانون، وعايزين نفرغ الكاميرات. دي واقعة سرقة، ناس سرقت ذهبها. مش عارف، انا طبعا دي مش من انطباع الشعب المصري ان هو يقلب حتى متوفي، دي مصيبة. بنطالب بتحليل السائق، وطبعا اللي عرفناه بعد كده ان هو كان نازل من منشأة ناصر بالفرامل اليد، ماسك فرامل اليد. العربية مفيهاش فرامل اصلا، ودي عربية نقل. ازاي يعني؟ عربية زبالة بتحمل. اسمي كريستين فوزي، اخت المرحوم. كنت قاعدة في البيت وجالي تليفون من واحدة صاحبتها ان هي عملت حادثة، بس هو ده كل اللي عرفته لحد ما وصلنا المستشفى. رحت المستشفى، اللي كانت توفت ولا كانت لسه توفت؟ الناس قالوا لكم ايه؟ ما قالوليش اي حاجة غير ان هي عملت حادثة، وان حد بلغهم ان التليفون وتليفونها اتسرق وحاجتها اتسرقت وخدوا كل حاجة. هو ده اللي انا عرفته لحد ما وصلت المستشفى وعرفت ان هي توفت. طالبك ايه؟ حقها طبعا، حقها ان هي راحت قبل ما التصريح الدفني بتاعها يطلع. كان هو مخلي سبيله، يعني هو فين وهي خلاص، يعني ماتت وسرقوها وجالها كأن في اي حاجه حصلت. ولا كأن حصلت فين بالظبط؟ يعني كل اللي اعرفه ان هي حصلت في اول مكان، يعني ولا طريق سريع علشان خاطر يقولوا ان هو عادي بقى هي اللي غلطانه وياخدوا سبيله. احنا عايزين حقها بالقانون. احنا بنطالب بالتحقيق مع المتهم ده ويتعرض على الكشف الطبي، ده اللي احنا عايزينه. العدالة، القصاص من القاتل، حق الروح البريئة الملاك اللي راح، هو ده اللي احنا عايزينه. كنت قاعدة في البيت عادي، هي اصلا كانت مكلماني الصبح وقالت لي انها نازلة رايحة الشغل وهتعدي عليا بالليل عشان هتحتفل معايا بعيد ميلادي انا. بعدها بشوية فتحت جروب كده واتس، لقيت بطاقتها ومكتوب ان البنت دي عملت حادثة في الاستراد وتليفونها اتسرق وعايزين حد من اهلها عشان يعمل اجراءات. ساعتها اتصلت بقريبي ونزلت جريت، رحت على المستشفى وبس، عرفت بقى انها توفت. اللي استغربته بقى ان انا بعد كل ده كنت متخيله ان اللي داسها ده هيتحبس، بس قالولي ان هو طلع. عمري ما احتجت لها وما لقيتهاش، ضحكت عمري. كانت بتحب تاخد الاطفال، حاجه حلوه كده على الارض، حاجه بتحب الهزار، حاجه بتحب الضحك. يعني انا اكتر حاجه بفتكرها انها بتتنطط، بس اول ما تدخل تتنطط كده على الأرض. بجد نفسي حقها يرجع، على الأقل عشان هي ترتاح. يعني وكمان تليفونها يتسرق، يعني ما عندوش رحمة. طب سيب تليفونها نعتر عليها نوصل لها. بجد عايزة حقها لأن هي حد حلوة أوي.